من سحرة الكورة ومن أصحاب المهارات، هتفت له الجماهير وهتفت ضده، بس هي دي قواعد الاحتراف. برغم المشاكل ورغم الصراعات إلا إنه لا يزال الجولدن بوي إمام عاشور على المسرح. لو الدنيا مسرح وحياتك مسرحية، تبقى الرواية اسمها ايه؟ حدوتة. حدوتة؟ حدوتة مالها؟ حدوتة ايه؟ حدوتة يعني بصي، انا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، ما بحبش الاكتئاب ابدا، ما بحبش الضغوطات. يعني انا حياتي كلها حتى لما بيبقى في حاجة زي دي، في ضغوطات ولا حاجة، انا بعرف اطلع نفسي براها خالص. حدوتة كوميدية؟ ممكن. انت قلت انك بتحب تلعب تحت ضغط. اكيد. في يعني في ماتشات انا بحب العب فيها تحت ضغط، بس انا من نوع ان انا يعني طول ما انا بلعب تحت ضغط بعرف العب، بعرف يعني ببقى متمسك في 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 نفسي اكتر في الملعب، عارف انا بعمل ايه، قراراتي بعملها ازاي قبل الماتش وفي الماتش. اكيد. مين ضغطه اقوى، الجمهور ولا المدرب؟ جمهور منافس ولا جمهور اللي معانا؟ يعني جمهور النادي الاهلي. اي جمهور؟ لا اكيد. ضغط الجماهير اقوى، تاثيره عليك اقوى، ولا ضغط المدرب بتاعك تاثيره عليك؟ لا خالص، مسافه ما بنزل الملعب خلاص انا ما بركز في شغلي، بركز في تمريني، في ماتشاتي، ماليش دعوه باي حاجه تانية، سواء ضغوطات او اي حاجه، كل ده بعرف يعني بعرف اطلع بره المواضيع دي. ما بتخافش من الجمهور؟ لا خالص، ما بخافش من الجمهور. اخاف من الجمهور ليه؟ جمهور الكوره عاده بيطلع اللاعب سابع سما وفي ثانيه بينزله سابع ارض. اكيد. وبالذات هنا في مصر يعني الموضوع ده واخد اكبر من حجمه. ما بيقلقكش؟ لا خالص، انا واثق في نفسي، واثق في امكانياتي، وعارف ان انا يعني انا بعرف بطلع نفسي بره المواضيع دي. بنزل الملعب ببقى مركز بس في شغلي، مركز ان انا ابقى مع زمايلي في الملعب، اكسب فرقتي زي ما هم بيساعدوني انا بقدر اساعدهم، لكن اي ضغوطات تانية بحبش. ولو حياتك مسرحيه، أحلى فصل فيها أنهي فصل؟ أحلى فصل فيها لا، هو في حاجات كتير أكيد. انتقال للنادي الأهلي. انتقالك للنادي الأهلي أحلى فصل. أكيد. وإيه أوحش فصل؟ إيه أصعب فصل؟ الفصل اللي تحب تنساه، تتمنى تنساه؟ لما كنت احترفت في 6 شهور، ممكن الدنيا ممكن الدنيا ما كانتش ماشيه معايا بشكل كويس. في ظروف طبعا انا مريت بيها ما فيش حد يعرفها قوي الا الناس القريبه مني. طبعا رجلي، انا راجع مصاب، اتصبت هناك، الدنيا ما كانتش ماشيه معايا كويس هناك. ايه اللي كان صعب هناك؟ ما قدرتش اتاقلم معاهم، يعني زي ما مثلا لما انتقلت للنادي الاهلي عرفت اتاقلم معاهم، دخلت وسط الفرقه، لكن هناك كانت بسبب مثلا في حاجات كده، اللغه طبعا دي كانت فارقه معايا قوي في البدايات. لما جه مدرب اتغير وكده، كنت انا في المنتخب، رجعت هي الدنيا اتغيرت تماما هناك، فانا ما كنتش عارف لايه حصل لي. بقى في حاجات حصلت لي كتير. 6 شهور كانت كافيه ان انت تاخد قرار وتقول اني مش قادر؟ لا، مش قادر. انا يعني انا كنت ممكن اكمل في الاحتراف، وانا ما كنت في ميتلاند طبعا، يعني انا كان نفسي اعمل حاجه اكتر من كده. انا اول ماتش ليا ان قدام سبورتنج لشبونه انا جبت جون، ورجعت في الدوري جبت جون، فهي مشتش معايا بس بعد كده، بس الحمد لله ده نصيب. شخصيات رئيسية في حياتك كان عندهم نفس الحلم وما كملوش، إخواتك؟ هما بس لولا الإصابة كان زمانهم موجودين دلوقتي وبيلعبوا. محمد أخويا وحازم طبعاً، أنا يعني مش هقدر أدي لهم حقهم لو اتكلمت عليهم من هنا للسنة الجاية. دايماً على طول بينصحوني، حتى لما ربنا ما وفقهمش وكده، كانوا دايماً يقولوا لي الصح من الغلط إن أنت تعمله عشان توصل لحلمك، وعلى طول كانوا معايا. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك، اللي حاولت تقف في طريقك، تعطلك؟ لا، في ناس كتير، في ناس كتير، بس انا مش عايز اذكر اسامي، ربنا يسامحك. قول لي مين من غير اسامي. ازاي اقول لك مين من غير اسامي؟ قول لي، اشرح لي، قول لي مدرب.
قولي صديق. في مدرب. في مدرب. كان في مدرب مش مقتنع بيك في أكيد بدايتك؟ زي طبعا ده بيحصل. زي مدرب غزل المحله. احكي لنا. انا اللي قلت اهو. قول بقى احكي لنا. لا هو يعني مش عايز اذكر اسمه بس خلاص بقى انت عرفتي. هو كان طبعا كابتن خالد ابو الفتوح، كان اخر سنه قبل ما امشي من 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 غزل المحله، كان هو محبطني خالص لدرجه ان انا خلاص انا قلت مش هلعب كوره تاني. وكان دايما مثلا في منتخبات في حاجات في ماتشات في كده ما كانش مقتنع بيا، بس انا كان عندي اصرار وعزيمه ان انا ان شاء الله هوصل لحلمي. انا يعني ما جيت طلعت لغزل المحله ده اتصعدت فوق الفريق الاول، يمكن انا اخر لعيب من جيلي اتصعدت في الفريق الاول، والحمد لله ربنا كرمنا. سالت نفسك ليه كان بيعمل كده؟ لا في اسباب، اكيد في اسباب يعني، بس انا مش عارف ايه هي يعني لحد وقتنا هذا مش عارف ايه هي الاسباب. ما توقعتش سبب مع نفسك وحسيت ان ده سبب منطقي ممكن يبقى هو ده؟ لا ما انا ما توقعتش كده لان انا ما كنتش مقصر في حاجه يعني، سواء تمرين او ماتشات ما كنتش مقصر في حاجه خالص. طب بعد اللي قاله عنك وانت النهارده في المكان ده ايه اللي ممكن تقوله له؟ لا طبعا انا اتكلمت معاه، يعني اتكلمت معاه ممكن من فتره طويله كده، اتكلمت معاه في النقطه دي، وحتى هو رد عليا قال لي انا كنت بعمل كذا 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 علشان ابقى جنبك. فهو ما كانش يعني ما كانش بيتعامل معايا بصراحه يعني، هو ما كانش بيقول لي الكلام اللي كان بيحصل، هو ان انا مثلا كنت ابقى في ماتش فانا اجيب جون فيطلعني بعد ما اجيب الجون، نزلني تغيير فيطلعني تاني. كان بيعمل حاجات انا لحد وقتنا مش فاهمها اصلا. يمكن كان عارف انك بتحب تلعب تحت ضغط فكان بيحفزك. لا ما كانش وقت تحت ضغط. ما كانش وقت تحفيز. لا. اهم مرحله في حياتك نقطه التحول اكيد وانا في نادي حرس الحدود طبعا، دي بدايه. كان وشه حلو عليك. طبعا انا اتعرفت من وانا في نادي حرس الحدود، و يعني الحمد لله عملت موسم معاهم كنت كويس فيه الحمد لله. جيت من الريف للقاهره اضواء المدينه، اول مره وصلت كده وشفت القاهره، شفت اضواء المدينه بجد زي ما بيقولوا، احساسك كان عامل ازاي؟ كان عندي 19 سنه و 18 سنه، فدي كانت بدايه ليا ان انا خلاص ان انا بقى قدامي مشوار وقدامي مستقبل لازم اركز فيه علشان اقدر اساعد عيلتي طبعا اللي دايما واقفين معايا. شباب وشهره وفلوس، ساتر. أثروا على حياتك إزاي وقتها؟ لا مفيش والله، أنا دايماً ما ببصش للكلام ده، أنا يعني أنا زي ما بقولك أنا ما ببصش للكلام ده خالص. جاي من الريف للمدينة وصغير وعندك حلم وحققت جزء كبير من حلمك وشهرة وفلوس. لا ما هو بقولك حاجة، مش كل حاجة الفلوس يعني، دايما مش كل حاجه الفلوس، انا بعتبر دي كده يعني. الحاجات دي ما اثرتش على حياتك وقتها؟ لا ما انا مش جاي يعني مش سايب بلدي وسايب عيلتي ومتغرب علشان فلوس. ماشي الفلوس دي اكيد لها يعني مهمه في حياه البني ادم ونجاح اكيد، بس انا كان قدامي حلم ان انا اوصل له وبعد كده هدور على الفلوس. دلوقتي بتدور على ايه؟ لا دلوقتي بدور ان شاء الله على النادي الاهلي طبعا، ان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي وناخد بطوله افريقيا ان شاء الله واصعد نلعب كاس عالم. اتجوزت صغير قوي 24 سنه، مراتي ربنا يخليها لي سند ليا، ويعني مهما اتكلم عليها مش هقدر اديها حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير ودايما سبورت ليا في حياتي سواء في النادي او في الملعب عموما او بره الملعب، دايما معايا وربنا داعم وظهر وسند. طبعا والدتك انت بوست. طبعا نزلت بوست رجل والدتك يوم فرحه. في حته تانية دي طبعا ربنا يخليها لي، دي من يعني شابت معايا حاجات كتير ما كنت في المحله، كانت معايا ما كانتش بتسيبني في اي وقت، كان تمرين صبح بالليل كانت معايا في كل الاوقات، ودايما يعني انا مهما اتكلم عليها مش هقدر ادي لها حقها برضو. والدتك ما بتتفرجش على ماتشاتك عشان بتبقى خايفه عليك؟ لا ما بتتفرجش على الماتشات خالص، بتبقى خايفه عليك جدا لدرجه انها ما بتتفرجش. ما بتتفرجش خالص على اي ماتش ليا. ايه القناع اللي ممكن تبقى بتضطر تلبسه في المكان اللي انت فيه في الوقت ده تحديدا من حياتك؟ عموما انا صريح اللي في قلبي على لساني، فانا مش من نوع ان انا اداري على حاجه او مثلا ان انا بعمل حاجه اقول لا مش هقول عليها، دايما اللي في قلبي على لساني بقوله على طول. صريح ولا مندفع؟ الاثنين.
عارف انك مندفع. القرار بيجي في دماغي بعمله. اول حاجه، اول فكره بتعدي أول على دماغك؟ اول حاجه بتيجي في دماغي بعملها، وما بسالش حد، باخدها كده زي ما هي. ما بتخافش على نفسك من ده؟ لا. ولا على مشوارك؟ عشان انا صاحب القرار. ما بتخافش على حلمك؟ لا، اكيد بخاف على حلمي، بس يعني في قرارات انا بفكر فيها، في قرارات تانية ببقى مندفع فيها. قرارات ولا ردود افعال يا امام؟ الاثنين. من البدايات للصراعات مع امام عاشور. بعد الشهرة وبعد النجاح عندك صراع مع ردود أفعالك وانفعالاتك، موهبتك ممكن تغفر لك لحد فين؟ يعني عندي ردود الأفعال تلقائي كده بتيجي، وأنا زي ما قلت لك أنا يعني أول قرار بيجي في دماغي أنا باخده. متهور، أنت عارف إن ده اسمه متهور؟ ما أنا زي ما بقول لك. بس في حاجات، يعني في حاجات لازم أفكر فيها قبل، يعني قبل ما أخد القرار في حاجات لازم أفكر فيها. دي ما كانتش موجودة فيا يعني من فترة، بس مع الأيام أكيد والخبرات والكلام ده أنا الحمد لله يعني واحدة واحدة. زمان تهورك حطك في مشاكل وصراعات، النهاردة أنت في مكان ما ينفعش فيه التهور. يمكن أنا أكيد في أوقات كتير كنت متهور فيها، في أوقات كتير كنت مثلا باخد رد فعل مش كويس، بس بعديها يعني كنت بحس بالغلط ده. في وقت لازم خلاص الواحد بيبقى عارف هو بيعمل ايه في حياته، سواء في الملعب او بره الملعب، فدي حاجه اكيد ما يعني اكيد مع الوقت بشوفها ان هي لازم يبقى عندي امسك اعصابي شويه زي ما هم بيقولوا. مع الوقت اكيد دي الحاجات دي بتبقى موجوده. موهبتك ممكن تغفر لك لحد فين؟ يعني لما الاقي حد بيحبني وبيشجعني فانا مش هاخد رد فعل ضده اكيد، حتى رد الفعل اللي انا هاخده هبقى اكيد فكرت فيه. اسالك سؤال غريب شويه، عمرك فكرت تزور دكتور نفساني؟ اشمعنى السؤال ده؟ يبقى فكرت. اشمعنى السؤال يبقى فكرت. بس لا مش فكرت. شفتها. مش فكرت والله. هو دايما لازم اصلا يعني لازم دكتور النفساني ده اساسي في حياه اي بني ادم، لازم بيبقى موجود. اكيد هو بيبقى عنده حاجات هو بيفهمها اكتر مننا شغله، فدايما انا السؤال ده يعني السؤال ده اول مره اتساله، بس هو في فعلا في دكتور نفسي اكيد. اتكلم معاك عن الغضب او عن انفعالاتك؟ اتكلم معايا. يمكن اول ما رحت النادي الاهلي هو كده كان في دكتور نفساني، بس بالاخص كان معايا ساعدني كتير في حياتي وساعدني كتير الفترة اللي فاتت دي ان انا ابقى ماسك اعصابي واخد ردود فعلي امتى بان وامتى كده، يعني دايما على طول بيقول لي الصح من الغلط ايه. انت اللي قررت تروح له ولا حد نصحك؟ لا انا بحب المغامرات، يعني المغامرات دي انا بحبها، فانا لا انا اللي قررت اروح له. بتتكلم معاه بصراحة ولا بتخبي عليه؟ بتستسكى عليه يعني؟ لا هو كده ما حدش يعني مش هيستسكى عليه خالص، لان هو عارف، هو بيعرف يعني من البصه بيعرفني، وما بيجي يقول لي دي صح ولا دي غلط اكيد انا بجاوب صح. ايه اول عيب في نفسك صرحته بيه؟ ان انا عصبي. قال لك ازاي تخف العصبيه؟ بالشغل معاه، يعني بالشغل معاه اكيد في حاجات قال لي عليها، ان انا ابقى ماسك نفسي في ماتشات ما ينفعش فيها ان انا ابقى نازل متعصب، لا يعني من كتر كلامه معايا انا بسمع له يعني عشان عارف، وكانت بتأثر عليا في الملعب، كانت بتبان عليا في الملعب. المنظومه خلتك تفكر في ان انت لازم تصلح حاجات في نفسك فتشجعت على ده؟ اكيد طبعا. بصي يمكن انا من النوع ان انا بحب النظام، بحب السيستم، فلما الاقي حاجه زي دي وفي صفي كمان فاكيد هحبها. ولاد البلد لما بيغلطوا بيعتذروا، ليه رفضت الاعتذار لكابتن وليد سليمان؟ لا خالص، انا اعتذرت لكابتن وليد سليمان كتير قوي. رفضت تعتذر؟ لا خالص والله.
كلمته؟ لما قال لك كابتن محمد فضل روح اعتذر له رفض. في وقتها ما كانش ينفع، يعني في وقتها ما كانش ينفع ان انا عملت حركه زي دي. ليه ما كانش ينفع؟ انت كنت غلطان. اكيد انا غلطت، انا غلطت وطلعت قلت كذا مره ان انا غلطان في حق كابتن وليد سليمان. طبعا نجم وقتها جديد. انا بتكلم عن وقتها. ايوه ماشي، ما وقتها انا وقتها فعلا وقتها رفضت تعتذر، ما كنتش عايز. ما وقتها ما كانش هينفع ان انا اروح اعتذر، لان كان ساعتها حتى لما شفته على الارض بيعيط. لا خالص، الكابتن وليد يعني انا مهما اتكلم عليه طبعا مش هعرف اديله حقه. لعيب كبير طبعا وشرف لاي حد. وانا لما غلطت انا وقتها ما كانش ينفع ان انا اروح اعتذر، بس انا بعديها عرفت ان انا غلطت وما كانش ينفع ان انا اعمل كده. طبعا كلمت الكابتن وليد سليمان واعتذرت له كتير قوي. ويوم ماتش قمه مع النادي الاهلي انا رحت وبصت دماغ الكابتن وليد، لان انا غلطت في حق كابتن وليد وما كانش ينفع ان انا اللي عملته ده ما كانش ينفع خالص. ايه اللي غير وجهه نظرك وخلاك تقتنع ان انت غلطت وان انت المفروض تعتذر؟ ان انت رحت النادي الاهلي ولا في حاجه تانية في تفكيرك اتغيرت؟ لا خالص، انا زي ما قلت لك انا بحب النظام، بحب الاساسيات اللي بتبقى موجوده. وشرف لاي لعيب في مصر يجي له النادي الاهلي ويرفض، أظن أنا شخصيا لو جالي نادي الأهلي هروح. بالظبط. لا بجد، إيه اللي غير وجهة نظرك؟ يعني إيه اللي غير رأيك؟ إيه اللي غير نظرتك للموضوع؟ هقول اللي اتغير، إن أنا لما قعدت مع نفسي وشفت المنظر مرة واثنين وثلاثة عرفت إن أنا غلطت وما كانش ينفع أعمل حاجة زي كده خالص في أي لعيب، مش شرط الكابتن وليد سليمان. وعرفت إن أنا غلطان، فبالطبع عدى يومين ثلاثة كلمت الكابتن وليد واتأسفت له. شفته في ماتش القمه، رحت بصت دماغه، والكابتن وليد كان معانا اصلا من يعني من قبل ما اتصاب، كان معانا وبنتكلم مع بعض ومفيش اي حاجه. قعدت تحاول تثبت ولائك لنادي الزمالك لدرجه ان انت اهنت بعض رموز النادي الاهلي. قعدت تفكير في ده؟ شفته بطريقه مختلفه عن اللي عملته بيها وقتها وانت اصغر وانت اكتر اندفاعا من دلوقتي؟ بصي، هو دايما في حياة البني آدم لازم يعني ما فيش حد ما بيغلطش. أكيد. يمكن أنا مثلا وأنا في نادي الزمالك غلطت ماشي، بس أنا طلعت بدل مرة اتأسفت وخلاص، الدنيا ما فيش حاجة. أي بني آدم مننا بيغلط. مش أنا قلت لك بيغفروا لك عشان موهبتك؟ ممكن يمشيها. ليه؟ ممكن عشان بيحبوني. بيحبوك ليه؟ الجمهور بيحب اللعيب عشان موهبته، والنادي كمان بيغفر للعيب عشان موهبته. اوكي ماشي، بس ليه ما تقوليش عشان انا بحبهم برضه؟ صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. ايه المشكله؟ غفروا لك. دلوقتي بينادوا ابن النادي اهو. صح؟ عادي. غفروا لك عشان ايه؟ ماشي، عشان موهبته، عشان بيحبوني. بيحبوك ليه؟ طب ما هم دلوقتي بينادوا. بيحبوك ليه؟ بينادوا يقولوا ايه دلوقتي؟ بيحبوك ليه؟ ايوه ماشي، بيحبوني عشان انا بحبهم. لا، عشان موهبتي بس كده. انت عارف انه بيقال انه ميتلاند كان كوبري عشان تروح الاهلي؟ لا خالص، والله خالص، ولا كان كوبري ولا حاجه. بس هو انا ما يعني ما وفقتش في النادي هناك. بس انا لما قررت ارجع مصر رجعت يعني، كان نادي الزمالك حد في مجلس الاداره كلمتهم، بس الناس هي كانت مقصره في حقي، وانا يعني انا ما اقدرش اخصب على حد. وبعدين النادي الاهلي شرف لاي حد، مسافه ما لقيت مسج بس ما بعت لي من النادي الاهلي، اي لعيب في مصر يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي طبعا. فدي ما خدتش تفكير 1% في دماغي خلاص. كانوا مقصرين في حقك ازاي في نادي الزمالك؟ لا، في حاجات كتير كانت مقصره، بس طبعا اشرح. قول بقى، انت جمهور الزمالك زعلان منك، فرصتك. لا خالص والله، يعني بس اقول لك حاجه، الجمهور اللي بيحبني من جمهور نادي الزمالك، وانا متاكد ده 100% ان الجمهور بيحبني. هم فاهمين الموضوع مش ازاي. هو كان في شويه مشاكل بس كده في الاداره دي عندهم، انا يعني مش هينفع اتكلم فيها. كابتن امام، الجمهور متضايق منك، جمهور الزمالك متضايق منك. لا خالص، وضح لهم حاجه تفهمهم. هو المشكله انا يعني تفهمهم انه كان من حقك، تفهمهم انه الدنيا كانت ماشيه ازاي. في حاجات كتير، بس انا يعني اللي انا اقوله ان انا لما رجعت من الاحتراف، انا ما لقيتش حد. يعني انا كلمت كذا حد،
عشان نرجع النادي، مفيش حد اهتم بالموضوع قوي او بالظبط كده زي ما بيقولوا لي روح خلص انت نفسك. مع انك كان في تاكيد عليك قبل ما تسافر ان انت يوم ما ترجع هترجع الزمالك. اوكي ماشي، بس انا عايز اوضح حاجه تانية، ان انا يعني كل المناوشات اللي حصلت كان كل ده مفيش حد من مجلس اداره النادي الاهلي كلمني، ومفيش حد من النادي الاهلي خالص كان بيكلمني في الوقت ده. بس انا لما لقيت فعلا مسج بس مبعوت لي من الكابتن امير، انا قرار ما خدتش حتى 1% ان انا افكر فيه ان انا طبعا العب في النادي الاهلي ده. انت كنت قايل ان انت راجع على نادي الزمالك. ما انا قلت، انا قلت فعلا ان انا كنت هرجع على نادي الزمالك، بس انا ما لقيتش تقدير من في ناس، ما لقيتش منهم تقدير. مش عايز اذكر اسامي عشان ما حدش يتضر فيهم، لان ربنا يعلم في ناس فيهم اخواتي وبعتبرهم اخواتي الكبار، ما يعني ما كانوش بيردوا مثلا على السؤال بتاعي يعني ايه مثلا انت روح خلص نفسك. انا روح خلص نفسي ازاي؟ ليه مش عايز تضر شخص هو السبب في اللي حصل لك؟ علشان انا مش كده. انت اتضريت. بس انا مش كده، مش كده خالص. انت كنت في وقت كده في صراع، ده كمان يتسمى صراع، خذلت جمهور الزمالك وجمهور الاهلي بيهتف ضدك، ما هو ده موقف لا تحسد عليه. مش كده، انا حكيت لك القصه زي ما يعني من حقك تقول وتبرر. ماشي، القصه زي ما انا حكيتها لك والله بالظبط، انا ما بكدبش في حاجه، يعني اللي في قلبي على لساني انا قلت لك انا رجعت من يعني من انت لما قررت انك ترجع اول حاجه كلمت الزمالك. كلمت ما لقيتش تقدير وما لقيتش، ما فيش رد، ما فيش حد بيرد عليا، ما فيش حد اتكلم معايا. اتكلموا معايا بصراحه لما يعني لما انا خدت وعد ما بيني وما بين نفسي ان خلاص ان انا داخل موضوع النادي الاهلي، خلاص انا ما بقتش ارد على حد، ما بقتش اكلم حد. ليه هاجموك وقالوا ان انت اللي سبتهم؟ هم لازم يطلعوا يقولوا كده عشان ما فيش مبرر. رموز الزمالك لحد دلوقتي بيهاجموك لحد دلوقتي. بصي انا دايما ما ببصش والله للكلام ده، انا طول ما انا ناجح طول ما الناس هتفضل تتكلم عليا، اي حد بيتكلم عليا اعرف ان انا ناجح. مين اللي كلمته وقلت له انك عايز ترجع الزمالك ومهتمش؟ وقتها كان في اسامي، يعني مش شخص واحد، في كذا حد، بس انا مش هينفع اذكر اسامي لان انا ما بحبش اضر حد او ما بحبش. كابتن حسام ميدو قال وقتها ان انت راجع الزمالك اصلا. هو كابتن احمد حسام طبعا اخويا الكبير، هو كان في مكالمه بيني، بس هو كان مكلمني بس خلاص كان الموضوع اتقفل في النادي في النادي الاهلي، فخلاص انا كنت كان متاخر يعني. انا كنت واعد بالناس، وانا زي ما قلت لك النادي الاهلي سيستم، فانا ما ينفعش اتعدى السيستم ده، ما ينفعش اتعدى السيستم خلاص. وطبعا شرف لاي حد ان هو يلعب في النادي الاهلي، هفضل اقولها من هنا لحد ما بطل كوره. كابتن محمد عبد الله اقسم على الهوى ان انتمائك ما زال زملكاوي وانك بتشجع الزمالك. هو الكابتن فعلا كان قاعد معايا، احنا كنا قاعدين بنتفرج على ماتش الزمالك، بس انا نزلت في الدقيقه 15 كنت رايح، كان عندي جلسه ما اتفرجتش على بقيه الماتش. كل ماتش فيوتشر، كل اللي حصل ما بيننا ان هو كان جاي يشوفني، جالي البيت كان جاي يشوفني واطمن عليا، وانا استاذنته قلت له بعد اذنك يا كابتن انا عندي دكتور فلازم انزل دلوقتي، وهو كان قاعد مع اخواتي في البيت. ده اللي حصل، نزلت في الدقيقه 15. طب انت عشت حياتك كلها بتحب الزمالك وبتشجع الزمالك، والبيت عندك كلهم زملكاويه، اخواتك ووالدك كانوا زملكاويه، كانوا زملكاويه، احترفوا معاك، كانوا زملكاويه، خلاص البيت كله اهلاوي. اخوك لسه معلق صورتك بتيشيرت الزمالك في المحل بتاعه؟ محمد اخويا لسه معلقها زي ما هي، بس هو من جواه اهلاوي. مش عارفه اصدقك. لا صدقيني ما اكدبش في حاجه. الانتماء ولا الاحتراف يا امام؟ ايه وقتنا الحالي؟ في معتقداتك انت مؤمن ان الانتماء ولا الاحتراف؟ لا اكيد طبعا الاحتراف ده بيبقى يعني اي حد بيبقى نفسه يحقق احسن حاجه في الدنيا، فالاحتراف ده بيجي زي ما بيقولوا بيجي مره كده. بس ان شاء الله طول ما انا عندي طموح ان شاء الله، انا متاكد بنسبه 100% ان شاء الله ان انا لو جالي الاحتراف اكيد النادي الاهلي، طبعا بعد ما اخد مع النادي الاهلي افريقيا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله الناس يعني حتى لو في عرض ولا في اي حاجه اكون ماشي برضاهم، هم اهم حاجه. بس انت عندك بتبقي الاحتراف على الانتماء. ممكن. يعني ممكن ترجع للزمالك تلعب فيه تاني؟ تبقى صعبه شويه. تبقى صعبه شويه لان انا وعيلتك بقى يقوموا راجعين زملكاويه تاني. هقول لك ليه تبقى صعبه شويه. لان انا اتحطيت في مكاني دلوقتي مثلا اللي انا فيه، الناس بتحبني، يعني انا الحمد لله جمهور النادي الاهلي كله بيحبني،
وانا ربنا يعلم حبهم حبي ليهم عامل ازاي. طب ما جمهور الزمالك كان بيحبك يا اكيد إيمان. ماشي، انا ما قلتلكيش ان انا بكره جمهور الزمالك. جمهور الزمالك على عيني وعلى راسي طبعا، بس الاحتراف اهم اولى. الاحتراف أبقى. اهم. لا بس دلوقتي انا مع النادي الاهلي، ما بفكرش في اي حاجه غير في بطوله افريقيا، وان شاء الله العب كاس عالم باذن الله. هو اللي مع النادي الاهلي مش المفروض يفكر في اي حاجه برضو يا امام؟ يعني النادي الاهلي طول ما انت بتلعبي في النادي الاهلي فكري في اي حاجه، اي حاجه تتخيليها تعمليها في النادي الاهلي. جوه النادي الاهلي اي حاجه في النادي الاهلي هتعمليها. اشرح لي احساسك اول مره لبست الفانيلا الحمراء. لا طبعا انا كنت مبسوط جدا اليوم ده، لان انا عارف ان الناس لا كلمني على احساسك زملكاوي اصيل عمال يثبت ولائه لنادي الزمالك وبيشتم في النادي الاهلي وفجاه بقى لابس الفانيلا الحمراء بتاعه النادي الاهلي. ما انا قلت لك كانت عامله ازاي. انا قلت لك النادي يعني النادي الاهلي، انا لما رحت لقيت الناس بتحبني او انا حبيتهم. احنا يعني انا ما كنتش اعرف اول يوم ليا تصوير ده، انا حسيت ان انا بقالي كتير هنا في النادي من حب الناس ليا ونظرتهم ليا. فبالطبع ان انا المفروض كانوا لما الاقي فرحانين بيه؟ لما اكيد لما الاقي حد بيحبني فاكيد انا لازم احبه. ما كانش في حاجز نفسي؟ لا خالص والله. اللي يشتريني هشتريه. للدرجه دي محترف؟ اللي يشتريني هشتريه. ولا زعلت من الزمالك عشان حسيت انهم باعوك او انك ما تقدرتش؟ لا لا خالص، لا لا لا، عيبوني ليه ورجعوا تاني كلموني. كابتن رضا عبد العال قال كلها ثلاث شهور وتمثال العجوه والعسل اللي عاملينه له يسيح. ايوه عشان كده واخد ثالث كاس عالم واخد بطولتين مع النادي الاهلي، والحمد لله الحمد لله مساعده زمايلي طبعا. عشان كده زي ما هو بيقول احنا هنا في مصر. طلعت رديت عليه قصفت جبهته وقلت له يا هجاص. احنا دايما في مصر هنا بنحب الشو، بنحب الضحك. ان ما بلاقي اي حد بيقول اي افيه فخلاص هركز معاه، فهو ده موجود. عشان كده مع احترامي للكابتن رضا عبد العال طبعا انا بحبه، بس هو فعلا بيضحكني. يعني هو فعلا في حاجات بيقولها بيضحكني. هو مر برضه بتجربه شبه تجربتك شويه. لا لا راح من الزمالك للاهلي. اوكي في فترته زمان. يعني هو عدى بتجربه مشابهه، بس يمكن انا اصعب شويه. ليه اصعب؟ اكيد عشان الظروف اللي انا مريت بيها عشان انت اللي اخترت. اكيد هو طبعا هو النادي باعه، انت اللي اخترت، انت اللي خدت القرار وخدت الخطوه. انا اللي خدت القرار طبعا. ليه وصفته بالهجاس؟ انا قلت لك علشان هو هو الناس عندنا هنا بيحبوا الترند، بيحبوا ان انا مثلا لما الاقي حد بيقطع في حد او مثلا حد بيتكلم على حد فانا لا انا اخش اشوف عشان اضحك. فهو موجود عشان كده. يعني الكابتن رضا مع احترامي ليه ومع احترامي لتاريخه انا بحبه والله والله العظيم. ما في حاجه من جوايا الكابتن رضا عبد العال انا بحبه جدا، بس انا زي ما هو طلع يتكلم عليا عادي انا قلت عليه هجاص. هو فعلا هجاص، بس هو محلل ونجم كروي كبير واكبر منك في السن، ومهنيا من حقه يقول رايه وعنده تجربه وخبره. لما هو اكبر مني في السن يا بتقفش انت عند الحته دي. لا زي ما انا بحترمه هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه. يعني على مستوى الشخصي بس محلل ماشي. اوكي بيتكلم عن لعيب كوره ماشي. وانا طب ما انا لعيب كوره عادي، ايه المشكله؟ يعني ما انا الاقي حد بيهاجمني بيحلل وانا قلت ايه؟ بيحلل الموقف. انا قلت ايه برضه؟ يعني انا قلت هجاص. ايه المشكله هجاص؟ اتشهر بيها اكتر ما هو اتشهر بيها. انت اللي شهرت كابتن رضا عبد العال بسبب الكلمه. لا كابتن رضا مشهور. لما قلت له يا هجاص؟ لا طبعا الكابتن رضا مشهور. و قلت لي الدكتور النفساني علمك ايه؟ لا لا والله والله ابدا. يعني انا فعلا انا بحب الكابتن رضا عبد العال والله ما في حاجه من نيتي، بس في كلام بيقوله ما ينفعش اقوله، مش عليا انا بس، على في لعيبه ثانيه. يعني انا مثلا ما بتاثرش بالكلام ده مهما يتكلم من هنا لبكره. في لعيبه ثانيه ما ينفعش ان هو يطلع يتكلم عليهم لان هم بياخدوا جواهم، فبالطبع ما بيعرفوش يركزوا في الملعب. انا كده بيتاثروا. في ناس بتتاثر. انت ما بتتاثرش عشان بترد؟ لا والله حتى لو ما ردتش والله ما بتأثر بحاجة خالص والله. لو الزمالك بيلعب بطولة مش مع الأهلي، لو بيلعب مش ضد الأهلي، ممكن تشجعه؟ ما هي بطولة أفريقيا مثلا؟ مثلا مش حوار إن أنا هشجعه. أنا دلوقتي بلعب في النادي الأهلي، ليه هشغل بالي بنادي يعني نادي الزمالك؟ هشغل بالي بيه ليه؟
يعني انا ما شفتش منهم حاجه وحشه. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انا صدقتك. اوكي. انا مصدقك انت من جواك مش متعلق بالزمالك. ازاي مش متعلق بالزمالك؟ يعني انت مش يعني ما عندكش فعلا الحب العميق للزمالك اللي يخليك. انا في النادي الاهلي دلوقتي انا ما ينفعش اشوف الناس اللي بتشجعنا والناس الجمهور. تعرف انا صدقتك ليه؟ عشان انت فعلا حقيقي انت مؤمن بالاحتراف مش مؤمن بالانتماء. ممكن عشان كده انا مصدقاك. عمرك قلت لمحمد اخوك يغير الصوره يشيل صورتك بتيشيرت الزمالك؟ لا خالص. مرحله وعديت بيها وبتفخر بيها ليه؟ طب ما هو حاطط صورتي وانا في ميدجلاند وحاطط صورتي وانا في الحرس. مش حاطط صورتك في الاهلي؟ هيحطها. مش قراري برضو يعني، عشان انا دايما ما بخصبش على. طب ده معناه ان هو بيقول لك انه بقى اهلاوي من بره، هو لسه برضه من جوه زملكاوي. انا ما بخصبش، مش راضي يعني. ما بخصبش على حد ان هو يبقى ورايا يعني، سواء في عيلتي ما بخصبش على حد خالص ابدا والله. اصل ده حريه شخصيه ليهم، اللي عايز يشجع ده يشجع، اللي عايز يشجع ده يشجع. في الاول والاخر اللي هي بترجع لنا. بس هم عشان جيشك هم اللي اختاروا ان هم يحولوا زيك من زمالك لاهلي؟ ممكن عشان اخواتي. هم اخواتي اكيد هيتمنوا لي الخير، هيتمنوا لي الافضل. امام عاشور اسم ارتبط معانا للاسف شويه بالطرد والايقاف وال هنبطل نسمع ده؟ ان شاء الله هو مفيش طرد. انا اتطردت قبل كده مرتين. مرتين بس. مرتين والله. مرتين بقالي الحمد لله بقالي فتره بلعب، بقالي فتره ما اتطردتش. والايقاف؟ لا خلاص الحمد لله. انا زي ما قلت لك الواحد دايما بيبقى لازم يغير في حياته، مش دايما هنبقى في غلط على طول. اكيد هنغلط، بس في اوقات فيها لازم بنفوق نفسنا، بنتكلم لازم لا ده ما ينفعش. فالحمد لله فتره وعدت. أكيد. لما دخلت النادي الاهلي في حد قعد معاك وقال لك يا كابتن امام هنا في ضوابط وفي حاجات ما تنفعش؟ هو مين في مصر ما يعرفش ان النادي الاهلي سيستم؟ مين قعد معاك وقال لك كده؟ لا مين في مصر، مين من النادي الاهلي استقبلك قعد معاك؟ انت ذات نفسك ما تعرفش النادي الاهلي واكد عليك في الضوابط والمحاذير والحاجات اللي ما تنفعش، نصحك؟ هي دي معلومه، دي ما فيش حد في مصر ما يعرفش ان النادي الاهلي سيستم والنادي الاهلي نظام. ما ده معروف، ما ينفعش. اكيد ما احنا عارفين، ما مصر كلها عارفه. ما انا بقول لك ما فيش حد ما يعرفش كده. انت بقى جوه مين اللي قاعد معاك؟ مين الشخص اللي قاعد معاك وقال لك الكلمتين دول؟ اول يوم ليك في النادي الاهلي. لا هو بصراحه الناس كلها كانت معايا. الناس كلها قعدت معاك لموك كده؟ لا مش لموني الناس كلها يعني، الناس كلها انا ما شفت في نظرهم من حبهم ليا. فانا كنت بتكلم معاهم. يا امام يعني مين الشخص، اول شخص قعد معاك؟ كابتن محمود الخطيب. ايوه كده اعتذرت له طبعا اول ما شفته. بالفضل طبعا وبشكره طبعا على مساندته لينا، وكابتن خالد بيبو طبعا هو اللي كان قاعد معايا واتكلم معايا والله في حاجات في نقط كده بسيطه بس. عايز تغششني كده نقطتين ثلاثه منهم؟ لا هي النقط اللي هو اللي خلاص احنا في النادي الاهلي في سيستم في نظام. انت راجل كابتن اكيد انا عارف كل الكلام ده. نصحك بواحد اتنين ثلاثه؟ لا خالص. اخد عهد منك؟ لا خالص برضه. ما خلكش وعدته بحاجه؟ لا خالص والله. وعدته ان شاء الله هنجيب له افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. من الصراعات للمورال مع كابتن امام عاشور. إمام عاشور، المورال يعني الخلاصة، إيه أكبر انتصاراتك؟ ممكن أهداف وكده ولا لازم انتصاراتي يعني؟ الحاجة اللي حققتها وحسيت إن أنت مبسوط إنك حققتها، فخور بيها، فخور بنفسك. إن أنا حسيت إنك انتصرت في يوم من الأيام. إن أنا لعبت طبعا النادي الأهلي، وإن أنا لعبت طبعا قبل محمد صلاح. ده كان امنيه حياتي او حلمي قدامي ان انا العب مع كابتن محمد صلاح في المنتخب طبعا. ايه اكبر مخاوفك؟ اكتر حاجه بتقلقك؟ العين والحسد. العين بتخاف من الحسد قوي. بعد 100 سنه من النهارده تتمنى لو قصتك اتحكت يتقال عنك ايه؟ انا عني ان انا محبوب،
سيرتي تيجي بالخير دايما. ايه الخير اللي تحب سيرتك تيجي بيه؟ اي حاجه. يعني لو في جمله كده تحب الناس يوصفوك بيها لو جت سيرتك بعد 100 سنه من النهارده. ده كان طيب. طيب؟ طبعا. يعني انا زمايلي كلهم دايما بيقولوا لي ان انا طيب، بس انا مش شايف دي. مش طيب خالص انا. بس شكلك بتفرح لما بيقولوا لك ان انت طيب. اكيد. ما نفسكش مثلا يقولوا اجمد لعيب، اكبر هداف؟ اكيد طبعا. اكيد من نفسي. اهم اللعيبه في تاريخ مصر. اكيد طبعا نفسي. انا لسه قدامي ان شاء الله العمر طويل ان شاء الله. لسه ان شاء الله باذن الله. انا يمكن لسه ما عملتش حاجه. لسه قدامي بطولات نفسي احققها طبعا مع النادي الاهلي، ولسه قدامي مشوار ان شاء الله ان انا مع منتخب مصر ان شاء الله العب كاس عالم باذن الله عشان نفرح طبعا الشعب المصري طبعا. واكيد طبعا نفسي يقولوا كده ان هو كان طيب وهداف في الكوره. كان لعيب، كان كويس. ايه اكتر امنيه نفسك فيها؟ اكتر امنيه حاططها كده قدام عينك ومصر تحققها ان شاء الله باذن الله؟ ان انا في الكوره، في اي حاجه في حياتي عموما. قول لي واحده في الكوره وواحده في حياتك عموما. في الكوره ان انا ان شاء الله العب كاس عالم مع المنتخب، بس لا الاول بطوله افريقيا طبعا مع النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. والعب كاس عالم. بره الكوره ان انا اشوف اهلي بخير دايما، ويعني الحمد لله انا بشكر ربنا دايما ان اي حاجه وحشه بتيجي فيا انا مش فيهم. ودايما بقول لهم ان شاء الله طول ما انا موجود باذن الله اقدر اساعدكم، وطول ما انتوا في ظهري ان شاء الله باذن الله اقدر يعني ان شاء الله احاول ابسطكم على قد ما انتوا يعني الوقت اللي كانوا اللي قضوه معايا. وقفتهم جنبي طبعا، ارد لهم جزء صغير بس من اللي هم عملوه معايا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لو طلبت منك تقف تقول كلمتين بصدق للجمهور على المسرح، تقولها لجمهور الاهلي ولا لجمهور الزمالك؟ لا لا، اولا لجمهور الاهلي. لجمهور الاهلي؟ ده انت حاسم القضيه. عشان انا دلوقتي انا في النادي الاهلي، ما ينفعش يعني ماليش دعوه باي نادي تاني او اي جمهور تاني. وانت في منتخب مصر ممكن تقول ايه لجمهور مصر؟ اقول لهم عادي، مفيش مشكله. اهلي وزمالك؟ مفيش مشكله. هتقول كلمتين لجمهور بصدق من قلبك على المسرح. طبعا انا حابب اشكر جمهور النادي الاهلي. بوجه لهم رسالة إن شاء الله إن السنة دي إن شاء الله نفرحكم كتير بإذن الله، وإن شاء الله بطولة أفريقيا إن شاء الله نقدر نساعدكم بيها السنة دي، والدوري بطولات كتير إن شاء الله. وشكرا على الدعم اللي دايما بتدعموه لي دايما في ظهري. شكرا على كل حاجة بتعملوها معايا، وأنا حابب أشكركم تاني. وأوجه كلمة طبعاً لجمهور الشعب المصري طبعاً، إن شاء الله بإذن الله نقدر نفرحكم السنة دي طبعاً بوجود الكابتن حسام حسن. إن شاء الله نقدر نبقى في كأس العالم السنة دي إن شاء الله، وبطولة أفريقيا بإذن الله. شكراً.